على بركتك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعل النية صافية لوجهك يا الله، وتقبلنا اللهم بقبول حسن، واجعلنا من خيار عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رضاك والجنة، وجنبنا النار يا أرحم الراحمين. إن شاء الله اليوم في ختام اللقاء أوزع عليكم قصيدة أرجوزة حصلت فيها بعض أدلة التبرك، وفي مجلس آخر نقرأها بإذن الله تعالى ونبين بعض معانيها. هذه القصيدة فيها ضبط للأحاديث الواردة في جواز التبرك ومشروعيته، ومن كتب الحديث الصحاح وما إلى ذلك. إن شاء الله في ختام هذا الدرس تأخذونها بإذن الله تعالى. ومن بقي من الإخوان أيضا نترك لكم مجموعة أوراق، هي قصيدة صغيرة قصيرة ليست طويلة، يسهل حفظها ويسهل استذكار الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى. واليوم نتكلم في مسألة مهمة تتعلق فيما ورد في بعض كتب العلماء من الكلام عن حكم المجسم. بعض عباراتهم ترددت يعني، وبعض القراء ظنوا أن هذا محل اجتهاد، وليست المسألة كذلك. ونسبة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى كما تعلمنا أمر توقيفي، إذا لم يرد لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو جاء في صحيح الحديث ومتواتره، عند ذلك لنا أن نصف الله عز وجل بما جاء في هذه الآثار. أما أن نتجوز يعني أن يقول الإنسان شيء ثم بعد ذلك نبحث له عن تأويلات وتسويغات، ليس هذا الأصل. لكن أحيانا قد يقول الإنسان الكلمة ولا يفهم المؤدى، لا يفهم المؤدى. يعني قد يقول الإنسان، عندنا في بلاد الشام درجة كلمة، بعضهم يقول مات موتة ربه ولا يفهمون منها أن الله يموت، لكن يفهمون أنه لم يموت قتلا ولا بحادث سير، وإنما مات ميتة عادية. يعني يقولون مات ميتة ربه. هذه الكلمة من حيث تركيبها في اللغة قبيح، يعني لا يصح أن يؤتى بها لغة، لكن من حيث أفهام العامة لا يفهمون المعنى الفاسد. فلأنهم لا يفهمون المعنى الفاسد ولا يستحضرونه عند القول، أصل المعنى لا يفهمونه، إنما يفهمون معنى يعني لا يكذب الشريعة، نقول لهم ما هكذا يقولون، ننهاهم عن الكلمة لكن لا نحكم عليهم بحكمها الأصل. في مسألة التجسيم يعني كما بينت لكم، الإنسان الذي يصف الله بالجسم هذا ما عرف الله، لأن الجسم في لغة العرب هو يعني هذا البدن، ما اجتمع لك من عضو في بدنك من يد ورجل ورأس وهكذا، هذا المجموع من أعضائك يقال له الجسم، هذا في اللغة. والعلماء عرفوا، علماء الكلام عرفوا الجسم
بأنهما يشغل حيزا من الفراغ، ما يشغل حيزا من الفراغ. وقال بعضهم ما اجتمع له طول وعرض وعمق، كل هذه تعريفات الجسم. العلماء تكلموا في مسألة أن من قال الله جسم ولم يفهم المعنى، لم يفهم معنى الجسم، إنما لم يفهم من قول الجسم إلا الوجود، إلا حقيقة الوجود فقط، يعني أراد أن يعبر إن الله موجود فقال إن الله جسم. وهذا متصور في من لا يتقن العربية. أما الذين يتقنون العربية فيعلمون أن هذا يعني ليس هذا معناه. فالذي يقول هذه الكلمة ولا يفهم معناها الأصل بالمرة لا يفهم معنى الجسم أنه جماعة البدن، ولا يفهم من الجسم ما له طول وعرض وعمق، ولا يفهم من الجسم أن الذي يشغل حيزا من الفراغ، كل هذه المعاني لا يفهمها، لا يفهم من الجسم إلا الموجود، قالوا هذا لا يحكم عليه بحكم الكلمة، إنما يزجر عنها وينهى عنها ويبين له الحق أنها لا تقال. في مثل هذا ذكر بعض العلماء قال ولقد رأينا قوما من الكرامية، يعني المنتسبون إلى محمد بن كرام، لا يفهمون من الجسم إلا الموجود. أما في أيامنا هذه لا يسوغ أن نعتبر ما كان لأولئك، اليوم الناس صاروا يعرفون، ومتصور ما زال هذا متصورا في من لا يتقن العربية. بعض الوارد في الكتب فيها شبهة، يقولون إذا وصف المجسم في بعض الكتب التي تنتسب إلى أهل السنة، يعني يقولون المجسم هو لا يعد على المسلمين إلا إذا قال بالجسم ولم يفهم اللوازم، قالوا لم يفهم اللوازم، هذا القيد غير مقبول. هلا ستعرفون الآن، يعني الآن نرجع إلى أصل نشرح على أساسه، ثم بعد ذلك يتبين لكم أن هذا القول لا ينبغي أن نعتمده في الحكم على المجسم. الحقائق هي كما تعرفون ذوات، يعني أعيان وأوصاف أعراض. ما هي أعيان وأعراض؟ هذا الكوب هذا عين، هذا عين طوله بالنسبة إلى هذا عرض، لأنك لا تجد العرض قائما بنفسه، لا تجده، يعني ما ولا مرة تمشي في الطريق ترى طولا وحده، لا ترى قصرا، لا ترى صفرة صافية من الحلول في موضوع، لا تراها. من رأى مرة صفرة بلا ليست على شيء أصفر لا تجده، لأن الصفرة عرض، ولأن الطول عرض، ولأن المرض عرض، ولأن كل هذه أعراض لا تقوم بزواتها، إنما تحل في موضوع، تحل في ذات، في عين. الزوات يا إخواننا، الزوات إنما تعرف بأسمائها. ماذا تعرف الزوات؟ بأسمائها، حتى تتميز فيما بينها، تعرف أن هذا كوب، تعرف أن هذه الطاولة، تعرف أن هذه يد، تعرف أن هذا رأس، تعرف أن هذا جوال، تعرف بإيش؟ بأسمائها. وأسماؤها إنما أطلقت عليها لتعلق المعنى بها، لما سمي هذا بهذا الاسم؟ لشيء متعلق به، بحقيقة ذاته، بحقيقة ذاته.
إذن الذوات لها معان من حيث دلالة الأسماء عليها. الأسماء إذن تطلق على الذوات لتدل على حقيقتها. الأسماء ليست الحقيقة، الأسماء دالة على معنى، المعنى هو القائم في تلك الحقيقة التي نحن نفهمها حينما نسمع اسم الذات. فإذا الذوات لها معان ولها أسماء ولها لوازم، لها أسماء ولها معان ولها لوازم. فإن جئنا نحن على ما يشغل الحيز من الفراغ نجد أن اسمه شو؟ الجسم. ونجد أن له معنى، أنهما له طول وعرض وعمق، ونجد أن له لوازم. شو هذه اللوازم؟ أنه قابل للجهة، أنه يقبل الحيز، أنه يكون على مسافة من أشباهه، أنه يقبل أن يكون على مسافة من أشباهه، أن له حجما. هذه كلها لوازمه. هذه ما هي؟ لوازمه. هذه لوازم الجسم. ف القائل بأن الله جسم بالمباشرة لا نسأل بعد ذلك إذا كان يفهم المعنى، لا نسأل هل جاء باللوازم أم لا. الأصل أن تكون المسألة بالعكس، يعني إذا الإنسان قال بشيء من لوازم الجسم نلزمه بالجسمية، يعني الذين لا يقولون الله جسم إنما يقولون الله تعالى في جهة، نقول لهم الجهة من لوازم الجسم، إذن أنتم قائلون بالجسم. إذا قال اللازم نلزمه المعنى، ليس العكس. إذا الإنسان فورا وصل إلى المعنى ماذا أتكلم في لوازمه؟ لا تحتاج، لأنه وصل إلى المعنى مباشرة، قال بالجسمية في الله عز وجل وانتهى الأمر، يعني هذا لا يحتاج إلى مزيد بيان. من ها هنا العبارات المحمولة التي قد توجد في بعض كتب علماء المسلمين السنة، من حيث إنهم اختلفوا في حكم المجسم فخلافهم على من فهم المعنى عند القول ومن لم يفهم المعنى، لأنه بعض الذين يعني أوردوا هذه العبارة كان في يعني بعض الذين في عندهم ميل في هذه الأيام، توجد ميول يا إخواننا في أمر الدعوة، توجد ميول، كثير من الناس نفوسهم تميل إلى حيث المال، فيعتبرون يعني أن المسايرة في هذه المسائل قد تصل بهم إلى الدنيا. ولقد سمعتم وحفظتم رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده، نعم، ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة. هذا ميول كثير من الناس. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأهم وأعلى وأسمى من أن يخلط في قلبه بين إرادة عز الدين وبين طلب الدنيا، لا يجتمعان في القلب. إذا اجتمع هذا وذاك بطل الثواب. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل يريد الذكر ويريد الأجر،
قال له ليس له عند الله شيء. يريد الذكر ويريد الذكر ويريد الأجر، قال ليس له عند الله شيء. قالوا يا رسول الله يريد الذكر ويريد الأجر، قال ليس له عند الله شيء، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إذن يا إخواننا، من وصل إلى القول بالجسمية لا ننظر هل كان يفهم اللازم أم لا يفهم اللازم، بل اللازم سمي لازما لأنك تلزم قائله بما انتهى إليه مذهبه، وعلى هذا كانت قاعدة لازم المذهب مذهب، لازم المذهب مذهب بسهولة هيك. يعني شو لازم المذهب مذهب؟ المذهب في اللغة العربية الطريق، والسنة الطريق، والمحجة الطريق، والصراط الطريق، والشريعة الطريق. المذهب الطريق، المذهب الطريق. لازم المذهب مذهب، يعني الطريق الذي لا يوصلك إلا إلى هذا الطريق لازم، يعني إذا أنت كنت تريد أن تصعد فلا بد لك أن تمر على الدرج، على هذا السلم. معنى ذلك أن لازم مذهبك إلى فوق أنك تمر على هذا السلم إذا كان اللازم بينا. أما إذا لم يكن اللازم بينا فينظر، العلماء يعتبرونه إما لازما أو غير لازم باعتبار وسياق ودليل. فإذا اللازم لازم المذهب مذهب إذا كان اللازم بينا، يعني إذا الإنسان لا يعرف أن هذه الطريق تؤدي إلى هذا المكان فلا نلزمه أنه قاصده، ولا يدري. لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا كان اللازم بينا. في أمر المعتقد الغالب في اللوازم أنها بينا، لأن أسهل شيء في دين الإسلام المعتقد، أسهل شيء في دين الإسلام المعتقد، لأنه يتلقفه كل واحد ويفقهه كل واحد. هذا أجيب عنه سبحان الله البارحة كما نظر أن أتكلم فيه وفاته. من أين نعرف الدلالة على أن لازم المذهب في أمور العقيدة، يعني من حيث الغالب أن لازم المذهب لازم؟ من قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ماذا سمعتم في بيان الأحد؟ شو يعني الأحد؟ الأحد قيل بمعنى الواحد الذي لا شريك له، وقالوا الأحد الذي لا يقبل الانقسام عقلا. أن الله أحدي الذات بمعنى أنه لا يقبل الانقسام عقلا، أي ليس جسما. الأحد معناه الذي ليس جسما، لا يقبل الانقسام عقلا لأنه ليس جسما سبحانه عز وجل. هذه من معاني الأحد. الله الصمد يعني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. هذه الآية يا إخواننا فيها بيان لزوم المذهب، أن المذهب، أن لازم المذهب مذهب. النصارى واليهود حينما قالوا عيسى ابن الله أو قالوا عزير ابن الله، هل في أصل عقيدتهم أنهم يقولون إن الله ولد المسيح كما يلد الرجل ولده؟ هذا في دينهم؟ أنا اطلعت على أناجيلهم وقرأت في كتبهم، هم لا يقولون هذا، يعني هم لا يثبتون على زعمهم حقيقة الولادة، لا يثبتونها،
إنما يقولون هو ابنه. ماذا يقولون؟ هو ابنه، ما لا يقولون هو ولده، على معنى أنه حصلت ولادة حقيقية أو أن الله تعالى عمل ما يعمله الرجل للمرأة مع سيدتنا مريم حتى نتج المسيح. هم لا يقولون هذا، ولا اليهود يقولون ذلك عن عزير، لكن ماذا قالوا؟ هو ابنه. ماذا قالوا؟ هو ابنه. فألزمهم الله لازم المذهب، لأن القائل بالبنوة لازم مذهبه أنه قائل بالولادة، لازم المذهب أنه قائل بالولادة، مع أنهم لو سألتهم يقولون نحن لا نقول هذا بالمرة، ينكرونه تمام الإنكار، لكن مع ذلك الله ألزمهم إيش؟ لازم قولهم، ألزمهم الله إياه وجعله قولهم، وجعله قولهم، حيث قال في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في كتابه: وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، فأما قوله فأما شتمه إياي فقوله لي ولد. أثبت عليهم أن فقوله، شو هذا كلمة فقوله؟ معهم قالوه بألسنتهم، بألسنتهم قالوا ولده، ما قالوا، قالوا ابنه، ما قالوا ولده ولادة، لكن الله تعالى ألزمهم وجعله قولهم، وجعله شو؟ قولهم. ثم ألزمهم لازم المذهب حينما قال لم يلد ولم يولد. هم يقولون إن لله والدا، لا يقولون، لكن من قال بأن الله له ابن فهو قائل بأن الله يلد، وهو قائل بلزوم المذهب، لأن الذي يلد هو مولود. فقال الله تعالى لم يلد ولم يولد، فألزمهم المذهب وألزمهم لازم المذهب، وألزمهم لازم المذهب. إذن يا إخواننا في العقيدة هذا أمر بين. ثم الذي حقيقة يفهم من الجسم، يفهم حقيقة الجسم ويقول إن الله تعالى جسم، هذا يكون عبد رب المسلمين؟ هل عبد الذي قال ليس كمثله شيء؟ هل عبد الذي قال ولم يكن له كفوا أحد؟ ولم يكن له كفوا أحد معناه ليس له شبيه وليس له نظير. فإذا قال إنسان بالجسم فقد جعل لله تعالى من الشبهاء كل جسم. فلذلك أنا أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول الله تبارك وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن لابد أن تعبد ما أعبد حتى تكون على ديني، فإذا عبدت غير الذي يعبد أنت لا تكون على ديني. إذا هم عبدوا يعني شيئا تصوروه فزعموه على هيئة البشر، وله يد وله أصابع وله قدم وله إقامة في مكان وله وله من هذه الأشياء التي يلقونها على ظواهرها إلى الناس، ماذا يتجمع في قلب أحدهم عقدا بربه؟ ماذا يتحصل له؟ ماذا يتحصل له عقدا بربه؟ ماذا يتحصل؟ يتحصل له التشبيه، يتخيل ويتوهم ويتصور، والله تعالى فوق الإدراك على معنى الإحاطة. الله تعالى نحن نعرف ربنا بما وصف به نفسه في القرآن وبما جاء في حديث رسول الله، والله تعالى لا يحاط به علما، إنما نعرفه بما عرفنا في كتابه وفي حديث نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض
العلماء حقيقة المرء ليس المرء يدركها، فكيف يدرك كنه الخالق الأزلي؟ الإنسان منا لا يدرك حقيقته في بعض الأحيان، فكيف يدرك كنه الخالق الأزلي؟ معناه لا سبيل إلى إدراك حقيقة الله تبارك وتعالى. فالذي يحصلونه والعياذ بالله تعالى في قلوبهم إنما هو صورة تتصور وخيال يتوهم، وهذا تنعقد قلوبهم عليه. وقد علمتم أن سيدنا ذنون المصري رضي الله تعالى عنه قال القول المشهور في هذا، من يحفظه؟ كل ما خطر ببال، نعم، فالله بخلاف ذلك. هذا قول من أسس التوحيد، كل ما خطر، يعني كل ما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. شو يعني بخلاف ذلك؟ يعني لا يشبه ذلك، ليس بعكسه. بخلاف ذلك معناه لا يشبه ذلك، لأن الذي يتصور في الذهن أمر محدود معقول، والله سبحانه وتعالى لا يحد، والله تبارك وتعالى لا يحاط به. هذا أصل عظيم من أصول ديننا. هذه السورة التي جابها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود حينما جاءوه يسألونه ما صفة ربك يا محمد، قال لهم هذه صفة ربي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو تبصرتم في حقيقتها لوجدتم أن كلها فيها تنزيه الله عن الجسم. وكان الكلام في وجه من؟ في وجه المشبه، لأن اليهود يشبهون، يقولون نحن على صورة الله والله على صورة خلقه. إذن نحن يا إخواننا لو نظرنا في هذه الآية، في هذه السورة، وفي إظهار رسول الله لأهميتها وعلو كعبها وللإكثار من قراءتها، لعلمنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمنا فيها أمورا عظيمة ينبغي للإنسان أن يتنبه لها دائما. هذه مسألة مهمة. ومسألة التجسيم يا إخواننا ليست محلا للاجتهاد، هذه ليست محلا للاجتهاد. معرفة الله ليست باب اجتهاد. لا يجتهد الإنسان بطرق حتى يسمي الله باسم أو حتى يصف الله بصفة، إنما صفات الله وأسماء الله توقيفية يتلقاها الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في مسألة أخرى، أنا هذه كان مطلوب سبحان الله أن أذكرها، لكن أخونا بارك الله به ذكرنا يعني بهذا السؤال فذكرتها، كان مع أنه استحضرت أن أقولها البارحة، لكن الإنسان منا أحيانا لا يستذكر. في مسألة الرؤية لله تعالى، لأن هذه متعلقة بقول المجسمة في اللازم، أنا كنت قدمت لكم أن مبدأ ضلال المشبهة والمعتزلة واحد، مبدأ ضلالهم واحد، يعني اعتمدوا مبدأ وصل بكل منهم إلى الضلال. قالوا لا يكون المرئي إلا في جهة، قالوا لا يكون المرئي إلا في جهة. المعتزلة يقولون نحن منزهة، المعتزلة يسمون أنفسهم منزهة، قالوا وبما أن الله ليس في جهة فالله لا يرى، فضلوا. وقال المشبهة لا يكون المرئي إلا في جهة، والله تعالى قال إلى ربها ناظرة، إذن الله في جهة. يعني المبدأ الذي ضلوا على أساسه واحد، وهذا في الحالين قياس لله على خلقه،
لا يكون المرئي إلا في جهة من الرائي، هذا حكم عقلي بين إيش؟ المخلوقين. يجري قياس هذا بين المخلوق والمخلوق، بين المخلوق والمخلوق. أما الله عز وجل فلا يتنزل عليه قياس الخلق ولا يوصف بحد الخلق. لذلك من جعل أن الرؤية لا تكون إلا لمرئي في جهة، فكما قال الإمام ابن هبة الله الحموي في العقيدة الصلاحية: وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء. معناه أن القائل بهذا حصر الله تعالى في جهة من الجهات، والإمام الطحاوي يقول: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني المخلوقات في جهات، أما الله تعالى خالق الجهات لا يوصف بأنه في جهات. السؤال الذي جعلوه شبهة ليلقوه على طلاب الشريعة أو على الناس في تمويهاتهم، يعني حينما تكون في الجنة إن كنت من المؤمنين الذين كتب لهم أن يروا الله، أنت في مكان ونظرك كيفما اتجه لابد أن يتجه إلى جهة، وأنتم تقولون ترون الله، ويكون نظرك حينما تنظر لابد أن يكون هذا النظر إلى الجهة. نقول لهم: وإن كان الواحد منا ينظر إلى جهة من الجهات، لكن هذه الجهة لا يقتضي أن الله تعالى فيها، إنما هو رفع حجاب، الله تعالى يرفع حجابا معنويا عن أعيننا فنراه بلا كيف ولا جهة ولا مكان. وليس من شرط النظر إلى الله أن يكون المسلم سلط نظره إلى جهة من الجهات، مع أنه هو كإنسان مخلوق لابد يكون نظره في جهة، لكن ليس بنظره إلى الجهة رأى الله، ليس بمقتضى النظر إلى الجهة رأيت الله، أنت محكوم بالنظر إلى الجهة، لكن ليس بنظرك إلى هذه الجهة رأيت الله، لا، إنما رؤية الله أمر يتعلق بقدرة الله، يرفع الله سبحانه وتعالى الحجاب الذي يمنعك من رؤيته فتراه بلا كيف ولا حد ولا مكان. فوق هذا ما بقى فيه نحكو إلا بذات الله. شوف المسلم أين يقف؟ يقف عند حده، يعني أنا أقول الله ليس في جهة، والله قادر أن يريني ذاته من غير اقتضاء النظر إلى الجهة. لو كنت أنا أنظر إلى جهة لكن ليس بهذا النظر إلى الجهة رأيت الله، إنما الله أعطاني قوة في عيني اللتين تكونان لي في الجنة إن شاء الله، فرأيت ربنا بلا كيف ولا جهة ولا مكان. هو الله بلا جهة ولا كيف ولا مكان، وإن كنت أنت في جهة وكيف ومكان. احفظوا لهم هذه العبارة. ليس لو كان الواحد منا ينظر إلى جهة ليس بالنظر إلى الجهة اقتضى رؤية الله، إنما هو برفع الحجاب الذي يمنعنا من رؤيته، يعني إذا رفع الحجاب فيك تعبر عنه أعطانا الله قوة في أعيننا فنراه من غير كيف ولا جهة ولا مكان. فإن جعلوا ذلك مقتضا أي لازما أنك إن نظرت إلى الله لابد أن تنظر إلى جهة الله تعالى فيها، فهذا اقتضاء على قياس الخلق على المخلوق. من أين جبت هالضرورة؟ من أين جئت بهذه الضرورة؟ أنه بدك تشوف الشيء إذا كنت عم تطلع هيك تراه في هذه الجهة، من أين جئت بهذه الضرورة؟ بالقياس إلى المخلوق، لأنه أنت هيك بتعرف بحق المخلوق. الله لا يتنزل على حد خلقه، ولا نتكلم أكثر لأن الكلام أكثر يكون بحثا في ذات الله، نتكلم في حدنا ونسكت
فيما تعلق بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى على ما قال الله، لأن المسألة مسألة إثبات وإنكار، مسألة إثبات وإنكار. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع البصير. كيف قبلت أن الله له صفة اسمها السمع وله صفة اسمها البصر، وأن سمعه وبصره ليس كسمع خلقه وليس كبصر خلقه، ليس كسمع خلقه وليس كبصر خلقه؟ حقيقة الصفة التي هي لله لا تشبه صفتك. لو كان اسم الصفة التي أنت فيها السمع، ولو كان اسم الصفة التي أنت فيها البصر، لكن الله تعالى صفته لا تشبه صفتك. وإن اشترك اللفظ، وإن توافق اللفظان، يعني اللفظ نسبة إلى الله واللفظ نسبة إلى الخلق، لكن يقال هذا توافق لفظي ولا يقال اشتراك معنوي. الله قال، الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، معناه أنت، نحن نعتقد أنه له سمعا لكن ليس كمثل سمع الله سمع، نحن نعتقد أن الله يرى ونعتقد أن رؤية الله ليست كرؤية خلقه، هذا أصل من أصول التوحيد. هم لو كذلك ما ورد هو أقوال العلماء لما يتكلم عن المخلوق، لما بنحكي عن المخلوق، العرش مخلوق، العرش مخلوق، أما يعني ليس، لا يجري عليه ما يجري في مسألة اليد، لا يجري عليه ما يجري في مسألة اليد. اليد بالعلماء قالوا تنسب اليد إلى الله على معنى الصفة ونسكت، فينا نقول الله له يد لكن ليست كأيدي خلقي ونسكت، هذا دين. وقال بعضهم بالتأويل التفصيلي فيها، فقالوا يد الله عنايته أو يد الله قدرته، قالوا يعني قالوا بالتأويل التفصيلي، وبعضهم قال بالإجمالي يد الله صفة الله بلا كيف، هذا دين وهذا دين، يعني هذا صحيح وهذا صحيح. لكن هناك صفات يعني وردت جعلوها على الحقيقة، مثل كمان مسألة الرجل والقدم، قالوا أنه لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط، بمعنى اكتفيت. هذه يتغنى بها المشبهة، هذه يتغنى بها المشبهة، ويقولون هذه على الحقيقة، يقولون هذه على الحقيقة، هكذا عقلهم هكذا دينهم، نسأل الله السلامة. وفي المسألة فتنة، وفي المسألة فتنة، يعني إجى اللفظ بالقدم وفي رواية بالرجل، هذه المسألة يعني الناظر فيها يقول ما هذا، هناك حديث فيه كلمة الرجل وهذا حديث فيه كلمة القدم، وأنتم تقولون لا ليس معناه الرجل وليس معناه القدم وتؤولون. نحن نؤول حتى يضع الجبار قدمه فيها، بمعنى آخر فوج يقدمهم الله تعالى من أهل جهنم فتمتلئ بهم، والرجل كمان تؤولون، كمان الرجل تأتي بمعنى الجماعة، فوقع عليه رجل من جراد، هذا في البخاري، رجل من جراد يعني فوج من جراد في قصة سيدنا أيوب عليه السلام. إذن الرجل والفوج، الرجل والقدم تأتي بمعنى الجماعة التي تقدم وتأتي بمعنى الفوج. نؤول، ما الذي ألجأنا إلى ذلك؟ تصديق كتاب الله. الله تعالى قال لأملأن، من يحفظ الآية؟ لأملأن جهنم من الجنة
إذا ما ملوا جهنم، ما الذي يملأ جهنم؟ كيف تمتلئ جهنم؟ بعيش. قال لأملأن من الجنة والناس أجمعين. إذا ملوا جهنم شو يا إخوان؟ بالقرآن شو؟ من الجنة والناس. فما معنى إذن حتى يضع الجبار قدمه؟ لماذا سميت القدم قدما في لغة العرب؟ لأن الإنسان يقدمها حين المشي. ليش اسم القدم قدم؟ لأنك تقدمها حين تمشي. فالقدم هي الجماعة التي يقدمها الله سبحانه وتعالى ليملأ بها جهنم. ونحن لم نحتج هنا إلا بالقرآن. الله قال لأملأن جهنم من الجنة والناس، معناه لا تمتلئ إلا بهؤلاء كما قال الله. وحديث رسول الله هو يكون على جري ما جاء في كتاب الله وموافقته ولا يأتي على خلافه. شوفوا الفتنة يا إخوان، أن الحديث جاء مرة برواية الرجل، والرجل تأتي بمعنى الجماعة، والقدم تأتي بمعنى الجماعة المقدمة. هم حملوه على ظاهره فنسبوا إلى الله القدم، قالوا له قدم، قالوا له رجل، وقالوا له يد حقيقية، وقالوا له أصابع، وقالوا له يا جماعة يا جماعة، هذا الذي تلقونه إلى الناس كيف يتماشى مع ليس كمثله شيء؟ كيف يتماشى أن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، كيف يتماشى هذا مع قوله ولم يكن له كفوا أحد؟ كيف يتماشى هذا مع قول الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن يا إخواننا، مسألة الشريعة، لا يحسب أن الإنسان منا أنه يخلق في الدنيا ثم لا يفتن، لا يحسب أن ذلك. أكثر الذين ضلوا بقياس عقولهم، وأكثر ضلالات القياس قياس الخلق على الخالق وقياس الخالق على الخلق، هذا ضلال كبير. نعم. إذن صاحب هذا السؤال، جاءك الجواب؟ هذا فيه إذا ألزمونا على زعمهم، هؤلاء يلزمون الله لا يلزمونك، يلزمون الله يجري عليه قياس الخلق، أن يجعل الله مثل الناس، لابد أن، يعني ملزوم والعياذ بالله تعالى. نحن نقول لهم النظر في الجهة ليس هو الذي اقتضى أن نرى الله، إنما الله تعالى بلا كيف ولا جهة ولا مكان. ولو كان متعلق النظر أنه لابد أن يتجه إلى جهة، لكن ليس بتعلق نظرنا إلى الجهة رأينا الله. إلى هنا اليوم وقد تشعبت المواضيع، من له سؤال؟ أنا إن شاء الله تعالى، لمن لم يكن موجودا، إن شاء الله اليوم في آخر هذه الجلسة أوزع عليكم أرجوزة نظمتها في جمع أدلة التبرك، يعني ليست كل، لم أستغرقها، لكن أصح ما ورد في كتب الحديث جعلتها أرجوزة لطيفة خفيفة الأبيات، ليست طويلة، لكن يستعين بها الطالب لاستحضار الرواة، إذا حفظها يستحضر الرواة ومواضع الرواية وهكذا. لطيفة. الآن هي في جواز التبرك، هي في جواز التبرك، لأن الكثير من الناس اليوم صاروا يقولون بأن التبرك يعني كأنه نوع من أنواع الشرك. لذلك أنا جمعت هذه، قد يكون أصح الوارد، يعني جمعته في قصيدة لطيفة ووزعها عليكم اليوم، وفي جلسة أخرى نقرأها معا ونبين معانيها إن شاء الله. مين بيوزع الورقة؟ ورقة ولا ورقتين يا محمد؟
مضمومتين بشيء. طيب وزع، بارك الله فيك. بس أكثر من واحد، أكثر من واحد يوزع. تفضل، هذه جماعة لك وهذه جماعة لك. تفضل. وما بقي للغائبين. تفضل. وأن يأخذ هذا من يدي وزعه. ما كل الحاضرين بدي نسخة، هذا يعطينا نسخة. لو قال الإنسان الله وصف نفسه باليد فلله يد ليس كأيد خلقه، هذا يكفي، وهذا لا يكون يا مولانا تشبيه. إذا النفي ليس تشبيها، ليش؟ لأن الله قال وما الله بغافل، هذا نفي. هذا قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، النفي ليس تشبيها، النفي الصفة لا يمكن أن يكون تشبيها، لأنه المنفي عنه صفة، المنفي عنه صفة، ونفيت الصفة عن غيري هذا لا يقتضي تشبيها، خصوصا في مسألة وصف الله تعالى، لأنك تقول له يد لا تشبه يد شيء من خلقه، تشبه بأي شيء، هذا نفي على الإطلاق. يعني إذا نحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، منور رسول الله محمد ليس بظالم، هذا لا يقتضي التشبيه، هذا لا يقتضي التشبيه، نفي الصفة لا يقتضي التشبيه، التشبيه إثبات، التشبيه إثبات صفة يشترك بها مشبه ومشبه به، عند ذلك يكون الكلام في التشبيه. بعض المشبهة يشوه الكلمة بقولهم إن الله يبصر بعين لا كأعيننا، فأثبت البصر لله، يبصر لله تعالى كما نفت، ردا على المعتزلة التي نفت صفة البصر، لكن أثبت الأذن العين ليتعلق البصر بالعين، فقال أن الله، إن الله سبحانه وتعالى يبصر بعين لا كأعيننا. فاسد هذا، لأن الذي جاء في القرآن جاء في القرآن وصف الله تعالى بالعين، لكن لم يصف ربنا عز وجل ذاته بأنه يرى بالعين، لم يرد. وتجري بأعيننا، نقف عند النص لكن لا ننقل صفة الرؤية إلى ما يقتضيه آلة بحسب ما اعتاد الناس، هذا قياس، هم لجأوا إلى قياس وهو تمويه منهم، هذا تمويه منهم ليدخلوا لفظ العين، قالوا يرى بعين حتى يقال فيما بعد ويسمع بأذن ليست كأذاننا ويبطش بيد ليست كأيدينا ويأتي برجل ليست كأرجلنا وهكذا، حتى يمشي تشبيههم، لكن يجعلون في آخره بل كفى هكذا. مولانا لم أفهم جيدا قول ابن تيمية بيقول قدم العرش النوعي، ماذا يقصد من وراء هذا؟ يعني أنه لم يزل عرش وجود، أليس في الكون عرش؟ قال هذا العرش هو نوع من الموجودات، نوعه لم يزل موجودا، لكن أفراد العرش ينقضي عرش ويخلق غيره، ينقضي عرش ويخلق غيره، لكن لا يزال هناك عرش مع الله عز وجل على زعمه.
يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يزل معه عرش، فقال بالقدم النوعي في العرش، لأنه حتى لا يلزم بأنه إن كان العرش مخلوقا كيف تقولون بأن الله سبحانه وتعالى حدثت له هذه الصفة اللي هي صفة الاستواء بعد خلق العرش؟ يعني لأنهم يفهمون منها النسبة بين الله، ليس مجرد القهر. الله تعالى قاهر كل مخلوقاته بأنه ربهم والقادر على خلقهم حتى قبل إيجادهم، فالله قاهر للخلق قبل وجودهم، لكن لا كيف يفسر الاستقرار قبل الوجود؟ فقال بالقدم العرشية على العرش. لذلك الإمام السبكي حينما تكلم ابن تيمية في الرد على ابن المطهر من الرافضة، ألف كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة، هو ابن تيمية رد بالرد الذي جاء به على الرافضي، جاء به ردا يعني بينا صحيحا صريحا، لكن يعني عرف ذلك الإمام تقي الدين السبكي، حيث قال إن الروافض قوم لا خلاق لهم، من أجهل الناس في علم وأكذبه، وابن المطهر لم تطهر خلائقه داع إلى الرفض غال في تعصبه، ولابن تيمية رد عليه وفى بمقصد الرد واستيفاء أضربه، لكنه خلق الحق المبين بما يشوبه كدر في صفو مشربه، يحاول الحشو أن سار فهوله حثيث سير بشرق أو بمغربه، يرى حوادث لا مبدأ لأولها في الله سبحانه عما يظن به. لو كان حيا يرى قولي ويفهمه رددت ما قال أقف إثر سبسبه، كما رددت عليه في الطلاق وفي رد الزيارة ردا غير مشتبه. هذه قالها قال يعني مع أنه رد على ابن المطهر من الرافضة ردا بينا قويا صريحا، لكن جاء في هذا الكتاب أيضا بالحشو، وكانوا يطلقون الحشو على مسألة التشبيه. قال يقول بحوادث لا أول لها في الله سبحانه. سبحان الله. نقرأ هذه ونجعل عليها الشكل، ثم بعد ذلك إن شاء الله في المجلس القابل نقرأها مع الشرح، مع شرح هيك خفيف عليها، لأنكم بارك الله فيكم يعني هي مجرد سرد بالأصل لمواقع الحديث. أبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأها بقول بسم الله تنزه الرحمن عن أشباهي، وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال، ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنا، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه، فإن رأيتم من آتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي، وقد أحل حرمة ضلالا من جهله أو حرم الحلال، قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك، إن اقتسام الشعر يا مماري، رواه مسلم كذا البخاري، وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد، وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء، هكذا دليلا من أبي أيوب يمس بالخد ثرى المحبوب، أنعم به ردا على من أنكر، جئت رسول الله ليس الحجر، فمسلم أولاهما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها، وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مرواني، وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو، وما الذي حرك فيه القلقا، وإذ أتوا بها رأوها خلقا، لأن في الطيات شعرات النبي
وذاك في اليرموك يروي البيهقي ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له من جاءه والوجه منه وارم بمسحة يعود وهو سالم بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند وثابت قد كرر التقبيل يدو عين رأت الرسول هذه قد اضرب عليها زائدة تكسر البيت وثابت قد كرر التقبيل يدو عين رأت الرسول وأنس عن مثل ذاك ما زجر مجوزا روى أبوي على الأثر يا إخوتي من فضله تبركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا نظمتها مرشدة عزيزة أكرم بها في الخير من أرجوزة إلى هنا بلغ هذه إن شاء الله تعالى يعني نقرأها مع بيان لطيف عليها لا نكثر عليكم لكن هذه من حفظها استحضر أماكن الرواية أنا هذا في أول ما كنت طالب للعلم نظمتها لأستحضر أنا نظمتها لنفسي ثم بعد ذلك جعلت لها مقدمة وخاتمة ووزعتها بالأصل أنا نظمتها لنفسي حتى أنا أستحضر يعني منذ زمن بعيد سبحان الله كتبت لها لكنها نافعة بارك الله فيكم من له سؤال يا إخوان قل ظهر لي هذا السؤال قل خطر لي هذا الخاطر العبد يا إخواننا هذه بكلمة باختصار العبد عبد والرب رب ولا يقاس العبد على الرب ولا الرب على العبد شوفوا القاعدة ماشي مع سؤال عن العدل يعني معنوا نعم نحكي هلا في بالتنزيه عن الجسمية والجهة والمكان لا عم نحكي بالعدل هذا الذي أضل إبليس القياس القياس إبليس كان جنيا يعني وهو أبو الجن دخل عليه مسألة القياس الله خلق الملائكة من نور وخلق إبليس من نار وخلق آدم من طين ثم أمر المخلوقين من النور والمخلوق من النار أن يسجد للمخلوق من الطين إبليس قال يعني قاسها قال كيف النار أعلى من الطين شأنا والنور أعلى من النار شأنا فكيف يسجد كيف يسجدني الله عز وجل لمخلوق من طين وأنا أصلي المخلوق منه أشرف من أصلي فخرج من العبودية اسم ديننا الإسلام هل نظرت فيما فضل الله عليك في أمر الدين وفي أمر الدنيا وانظر إلى من فضلك الله عليهم في أمر الدين وفي أمر الدنيا العبد ينبغي أن يكون ممتثلا لأمر الله وألا يسأل الله كيف تفعل ولما فعلت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا ننزل الرب عز وجل على قاعدة إيش على قاعدة القياس
ما فينا نقول يعني هو يقول إذا خطر للإنسان خاطر أن الله تعالى اختار محمدا وفضله، لما لم يختار فلانا أو فلانا، لما لم يختارني؟ نعم، لما لم يختارني أنا مثلا؟ اختاره لأنه فعال لما يريد، لأنه هو الرب، لأنه هو الذي يفعل ما يشاء، لأنه هو الذي يصطفي ما يشاء ويختار، ما كان لكم الخيرة. هو الرب. عندما يتجاوز العبد مكانته خرج من حد الإسلام. ترقي الإنسان المسلم في رتبة العبودية، فإذا لم يرضى العبودية فقد خرج من الإسلام. إذا لم يرضى لنفسه العبودية تجاوز الحد وطغى وظلم. لذلك من ألقاب الشرف التي نالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. وحينما مدح الله جماعة قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مدحهم بأنهم عباد حقيقيون. أما الآبي المستكبر فهو هذا في خط إبليس، فهذه الخواطر يا مولانا هو إبليس من رضيان على المسلمين، ما رضي عنا، يبقى ما كان من سوسة في قلبه يرميها إلينا. إبليس رجل أضله الله ويريد للناس أن تنجر من ورائه، هذا هو. وهو جني ليس نعم. نعم. لماذا؟ هلا. قال إن النار أفضل من الطين. لا، أليس هو قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ هو هكذا قاسها، وجد أن الطين شيء للدوس عليه، وأنه شيء يعني لا يرتفع له شأن بالعادة أمام النار التي لها أثر ولها يعني لها شأن، والنور الذي يضيء وكذا وكذا، لها النار لها قوة ولها نور، والنور له ضوء يستنير به الناس. أما الطين، مكان الدوس، قال أنا ما هذا آدم أشرف مني أسجد له. وهذا دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن إبليس لما أمر بالسجود فهم منه التفضيل، أن الله فضله عليك، وهو دليل على أن إبليس ليس من الملائكة. ولا يقال إبليس من الملائكة، ولا يقال إبليس طاووس الملائكة، ولا يقال إبليس رئيس الملائكة، ولا يقال بالمرة أن الجن فئة من الملائكة، لأن الأصل ليس أصله، لأن أصله النور، أصل الملائكة النور وأصله النار، ولأن فعله المعصية والتكبر. والملائكة الله تعالى قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولأنه هو قال عن نفسه: خلقتني من نار. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فجعل أصولا ثلاثة لعوالم ثلاثة، متفصلات ليست متصلات. فلا يقال إبليس من الملائكة، ولا يقال كان رئيس الملائكة، لأنهم إن قالوا إنه كان رئيس الملائكة فما جاز على رأس الناس كان على من دونه بالأولى. إبليس جني فقط، كان أبا الجن. نعم. هو قال نعم، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
ما فهم ما اسمع حضرتك نعم بارك الله فيكم. هو قال العلماء توجه الأمر للملائكة وكان معنيا به لأنه كان بينهم فكان معنيا به، لأن الله تعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. شو هذا؟ كم تأكيدها في هذا؟ ثلاثة. فسجد الملائكة، هذا هنا إشارة على النوع. فسجد الملائكة كلهم، يعني هذا توكيد أول، أجمعون معناه لم يفد من هؤلاء ملك إلا إبليس. إبليس استثناؤه منقطع عن الملائكة، لأن الله بيّن فيما بيّن أنه كان من الجن في آيات أخرى، فتبين أن هذا الاستثناء منقطع وليس متصلا. في الاستثناء متصل ومنقطع، لأن إبليس كان موجودا مع الملائكة فيما بينهم يعيش بينهم، لم يتوجه إليه الأمر على أنه قوم، بل وجه إلى القوم الذي هو فيه فعناه وفهم العناية، هو فهم أنه مراد بمعنى السجود فأبى. لكن بيّن الله بآيات أخرى أن إبليس ليس من الملائكة، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومن فرق بين الجن والجان كمان ليس له باب، لأنه قال بعضهم قال الجن كان فئة من الملائكة، إذا كان من الملائكة إذا مخلوقون من نور، هو قال عن نفسه خلقتني من نار. لا يزال يلعب هذا الرجل، يعني يدخل على الناس في أبوابه. سبحان الله. أستاذ نعم. على عقيدة الصلاحية دائما وأي كتاب هل نعتمد عليه ونحفظ إن شاء الله؟ العقيدة الصلاحية عندكها؟ لا أنتم قلتم يعني نريد مصنف هذا الكتاب وأي طبعة تحصل. عقيدة الصلاحية لابن هبة الله الحموي، كتبها للسلطان صلاح الدين الأيوبي، سماها حدائق الفصول، هذه نافعة موجودة بكثرة في أظن هنا يوجد مطبوعة طبعت مرارا. نعم. من عنده سؤال؟ سألوا ما بدا لكم للعصر مسافة، ما سألوا ما بدا لكم. بارك الله فيكم. أستاذ المشايخ يقول لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا كان بيان بالمعنى الأخص، يعني نريد تطبيق في العقيدة بين ما كان بيان وبين ما كان غير بيان، بين ما كان بمعنى الأخص وبين ما كان بمعنى الأخص. بيّنته لك بكلمة خفيفة، إذا لازم المذهب مذهب، لازم المذهب مذهب إذا كان بينا. في هلا كثير من المشتغلين بالعلم إلا أنه بده على فقه التيسير، يعني بده إسا يزيد قيد ويمرر فمنا شيء قليل من هنا وشيء قليل من هنا. لازم المذهب مذهب إذا كان اللازم بينا، ولو قال على الأخص أخص من العقيدة لا يوجد، وأخص من صفات الله تعالى في العقيدة لا يوجد. أخص ما يكون من حيث التوقيف صفات ربنا، فعلى الأخص معناه إذا يعني تبين لك أنه لابد بالدليل والقرينة والسياق أنه حينما قال كان يعرف ويدرك أن مؤدى القول ها هنا، وأنه لابد من الوصول إلى ها هنا، وأن هذا القول يؤدي حصرا إلى ها هنا. هذا يعني أنه يكتفي أن يقال إذا كان اللازم بينا، فهذا يكفي أن يكون لازم المذهب مذهبا. هذا على الأخص السبعة شوية بده يقول لابد أن يعترف، وأنا بينتكم في سياق أول شيء بالقرآن الكريم كيف تبين لكم. هل من شرط بالقرآن الناكر فيه بالقرآن أن لازم المذهب مذهب صح؟ بيّنت لكم أنا ليش أنا أتعمد أن لا أدخل في عبارات الأصوليين الواسعة بنصوصها وما إلى ذلك أو بقيودها وما إلى ذلك،
لأنكم ستخاطبون عوام المسلمين. أنتم عملكم عوام المسلمين، تخاطبونهم بالكلمة الأقرب إلى مداركهم. أنتم طلاب، يعني طلاب شريعة وشيوخ المستقبل، لكن ما تفهمونه ليس شرطاً أن يتلقفه منك العامي. أي عامي؟ أنا بينت لكم ما قلت في قول الله تعالى: قل هو الله أحد. من سمع هذا البيان؟ أو لنقل من لم يكن ها هنا عندما بينا مسألة لازم المذهب؟ من الذي لم يحضر؟ أنه نحن قلنا اليهود الذين خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: ما صفة ربك؟ ماذا يعتقدون في ربهم؟ يعتقدون أنه على هيئتنا وصورتنا، ودينهم التشبيه، ما هيك؟ هذا الأصل عندهم. وقالوا: عزير ابن الله، ما هيك؟ هل اليهود يقولون إن الله فعل ما يفعله الرجال والنساء من معاشرة ثم نتج منه عزير، هيك بيقولوا؟ لا. هذا لا يقولونه. ولو أنت قلت لهم: أنتم تقولون على الله هذا، يقولون لك: أنت تكذب علينا، ما هيك؟ والنصارى أيضا حينما قالوا إن عيسى ابن الله، ما قالوا بأن الله ولده كما يلد الرجال أبناءهم، ما قالوا، لكن الله ألزمهم لازم مذهبهم. هم لا يعبرون عنه بولد الله، إن شو بيقولوا؟ ابن الله. ولا يقولون إن هذا تم كما يحصل من النساء والرجال، لكن الله ألزمهم أن هذا دين، أن هذا دينهم. فقال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ألزمهم لازم المذهب ولازم لازم المذهب. هن لا قالوا إنه عيسى مولود يعني بأبوة الله على زعمهم له أنه كما يحصل بين الرجال والنساء، ولا قالوا إن الله عز وجل له والد أيضا، هن فقط قالوا عيسى ابن الله، فألزمهم الله القول، بل نسبه إليهم قولا. الله تعالى ماذا قال في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه؟ قال: وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله لولد. يعني أثبت عليهم أنهم قالوا بالولادة، مع أنه هذا لازم مذهبهم وليس ظاهر قولهم. فنفى عن نفسه سبحانه أنه مولود، أنه والد، ونفى عن نفسه أنه مولود. لشان يقولوا أنه الله مولود؟ ما قالوا. أنهم قالوا عيسى ابن الله ولم يقولوا الله له والد أيضا، لكن القائل بأن لله هو ابن فهو قائل بلازم المذهب أن الله يلد، ومن قال بأن الله يلد فلازم مذهبه أن الوالد مولود. هذا بيان هذا في كتاب الله تعالى، أن لازم المذهب مذهب إذا كان اللازم بينا ظاهرا. ولو كان القائل أنكر، قال: أنا لا أقول هذا اللازم، لا بل أحاربه، أنا لا أرضاه، لكن قولك يؤديك إلى هنا، فألزمهم الله القولين. بارك الله فيكم. بقي أسئلة؟ نعم. ماذا يكون حكم المجسمة في زماننا؟ الذي يفهم معنى الجسم وينسبه إلى الله تعالى لا نحسبه على الملة، لا نحسبه على الملة. أما عوامهم الذين يقولون العامي الذي هم، سبحان الله، هم يا مولانا يلقون باللوازم المؤدية إلى القول بالجسمية، وإن لم يصرح بعضهم. مرة في عندنا في مدينة طرابلس في شمال لبنان، جاء واحد من هؤلاء فقال، انظروا إلى كيف قال: الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا نقول بالجسمية، لكن قال بعض العلماء إنه جسم
ونظن فيهم أنهم يفهمون أنه موجود. علماء قالوا جسم ويفهمون أنه موجود؟ علماء كيف هذا؟ عالم من العلماء بيقول جسم ويفهم أنه موجود؟ الجسم هو البدن في حق البشر، والجسم في حد الأصوليين واللغويين هو ما يشغل حيزا من الفراغ أو ما له طول وعرض وعمق. من العالم الذي لا يعرف هذا؟ وكيف يسمى بهذا؟ يسمى عالما من كان لا يعرف هذا. يوم ذاك اتصلت على مفتي البلاد وذهبت إليه وقلت له، فاتصل ومنعه قال لا ينبغي أن تأتي بهذا إلينا، هذا خلاف الدين، لا يعاد هذا هنا، وأغلق له المحاضرة. يعني عندهم جرأة سبحان الله، يبدأون بهذا الكلام السهل يلقونه إلى العامة والعامة يبلعونه سبحان الله. لذلك أنتم عملكم العامة يحسن منكم أن تكون العبارة أسهل ما تكون. انشغلوا بمعرفة معاني الحدود لأنفسكم لإدراكها وفهمها ولمزيد من الاطلاع على كتب العلماء. نعم، أما حينما تلقون إلى العامة فسهلوا العبارة وأتوا بها واضحة جلية قريبة هينة لينة سهلة، وإلا كيف نعلم الناس من حولنا؟ مولانا معلش سؤال آخر، نحن عاجم وعندما نرجع يعني هناك الوهابيون أدركوا هذا البلد أيضا يعني في بعض المواقع. نعم. والأحسن بنا أولا أن نبدأ بعقيدة الماتريدية والشرعية أم أولا نرد على الوهابي ثم نعلمهم؟ كل هذا مع هذا، إذا بدأت بالتدريس حينما تدرس الحق يتبين الباطل. أحسن هذا. أحسن. ثم أنت إذا لابد أن تورد، أنت تعرف المواضع، يعني كيف يريدون الشبهة عليك، ضع بينك وبين الشبهة حاجزا حتى توجه قلب العامي إلى أن ما يقولونه تمويه. تعرف من تمويهاتهم من سمع منهم في مسألة التوسل التي سنتكلم بها إن شاء الله، من سمع منهم حينما يهولون على العامي؟ من سمع من أو قرأ في كتبهم أنه بيقولوا له للعامي أنه الله تعالى ليس كالملوك الجبابرة تحتاج إلى واسطة حتى تسأله، إنما تسأل الله من غير واسطة، أنت لا تحتاج إلى واسطة، الملوك الجبابرة يحتاجون إلى واسطة. من سمع مثل هذا منهم؟ من قرأ هذا في كتبهم؟ هذا تمويه منهم، هذا تمويه بخلاف عقيدتهم، لأنهم ماذا يقولون في التوسل؟ راجعوا أنفسكم، شو بيقولوا؟ يقولوا التوسل حرام إلا بالحي الحاضر. ما بيقولوا هيك؟ يقولوا التوسل بالحي الحاضر شو عندهم؟ مشروع. أنه إذا كان النبي في موجودا وحيا موجودا وأنت بحضرته لك أن تتوسل به، ما هيك؟ ولأنهم كيف ينكرون توسل عمر بالعباس؟ لا ينكرونه، يثبتونه، ما هيك؟ فما قولهم للعامة ذلك إذا كان على زعمهم الله تعالى ليس مثل الملوك الجبابرة والله لا يحتاج إلى واسطة، أليس بشعوا كل أنواع التوسل؟ هذا تمويه، تمويه المراد منه إضلال الناس. ما هو الأفضل؟ فهمتم هذه المسألة؟ لأنه هن بيقولوا بالواسطة بس بيقولوا بشرط أن يكون الحي حاضرا، حي حاضر. فكيف يعني بيكون إذا كان الحي حاضرا على زعمهم بيمشي الحال بالواسطة مع الله ولا يكون من الملوك الجبابرة؟ أن جعلوا قاعدة أن الملك الجبار الظالم يحتاج إلى واسطة، وفي ديننا مشروع، حتى هم لا ينكرونه، يقولوا نعم في وجود بوجود الحي الحاضر لك أن تتوسل. فما قولهم ذاك الذي يبشع كل أنواع التوسل؟ تمويه، تمويه. يقول ما هو الأفضل للعامة، طريقة التأويل أم التفويض، خاصة أننا نترجم القرآن بلغتنا غير العربية وهي ألفاظ تستلزم
كل ما يستلزم الجسمية لا 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 تستعمله. أما إذا استعملت الذي يستلزم الجسمية منفيا عن الله فهذا الدين يعني تنفيه عن الله. تقول لله يد، معنى قول تعالى لله يد أي أن الله له هذه الصفة التي اسمها اليد وتقولها بالعربية، وليست هذه تشير إلى يدك، ليست هذه ولا تشبه هذه، مثل هذا أنتم أدرى في كيفية معاملة عامتكم. لكن أيهما أفضل، التأويل أم التفويض؟ ما الذي ألجأ العلماء إلى التأويل التفصيلي يا إخوان؟ وقوع العامة في التشبيه، لأن أهل التشبيه رموا بتشبيههم إلى العامة، وإلا كان التأويل التفصيلي في أيام السلف قليل، ما كان كثيرا بس كان موجودا. من التأويل أحمد وجاء ربك، جاءت قدرته أو جاء أمره أو جاءت آية من آياته، أو يعني هذا كان في أيام السلف. لكن ما الذي جعلهم محتاجين إلى التأويل التفصيلي؟ أن المشبه صاروا ينشرون تشبيههم ويقولون للناس الله قال هذا، كيف يقولون غير هذا؟ يعني صاروا، فاحتاج العلماء إلى التأول، والتأول بابه مفتوح، بمعنى أن المتأول إنما ينظر في معاني العربية حقيقة، لا يستجيب لها معنى ضائعا، إنما يأتي بمعنى صحيح في اللغة العربية ولائق بالله سبحانه وتعالى، فيقول ما يمنع أن يكون هذا المعنى، ثم يستشهد بآيات تدل على أن هذا المعنى صحيح، أو يأتي بأدلة اللغة على أن هذا المعنى صحيح. يعني نحن مثلا، ما هل سمعتم من أقوال المنزهة أنه واحد عم بيقول عن الله عز وجل الله تعالى ليس عمودا؟ المشبهة ما قالوه، ما قلنا، مع أنه الله لا يوصف بذلك، لكن العلماء المشبهة قالوا الله جسم، فرددنا عليهم الله ليس جسم. قال العلماء المشبهة قالوا الله تعالى في جهة، قلنا الله تعالى ليس في جهة. هذا اسمه يا إخوان ما ديننا دين التنزيه والتوحيد. التوحيد ما هو التوحيد؟ توحيد إفراد القديم عن من المحدث، يعني أن تجعل كل وصف للقديم لا يشبه وصف المحدث، لا يشبه بالنفي. لما بيقولوا لنا نحن لا نثبت على الله شيئا لم يثبته لذاته، نحن إذا بتلاحظوا بيقولوا الله عز وجل موجود بلا مكان، الله عز وجل موجود بلا جهة، الله سبحانه وتعالى لا يشبه الموجودات، الله لا يحتاج إلى مخلوق، الله عز وجل لا يوصف بكذا. أما بما نصف ربنا، بما وصف به نفسه، لا نتكلم بالإثبات إلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه، وما كان يوهم التشبيه نقول هذه صفة ربنا بلا كيف ونسكت. عرفتم؟ هذا مهم. فهل التفويض أفضل أم التأويل أفضل؟ أنا أقول لك هذا الحكم بحسب ما أنت، من أنت وأين أنت وفي أي مجلس أنت وماذا تحتاجه في تلك اللحظة. أما هو الأصل، لو لم يكن هناك مشبهة تنشر الفساد بين الناس كنا نقول آمنت بالله على مراد الله، آمنت برسول الله على مراد رسول الله ونكتفي. لكنهم يعني دخلوا إلى الناس بهذه العقائد، فاحتجنا أن نرد عليهم. وقال بعض العلماء هذا أشبه ما يكون حينما كثرت الفرق، بأن الذين من قبلنا ما كان عندهم، يعني نحكي بأواخر أيام السلف لما بدأ الكلام بالتأويل التفصيلي كثيرا، قالوا حالنا وحال الصحابة، هني بيقولوا أنه كحال قوم كان حضرهم عدوهم فاحتاجوا إلى السلاح، وقوم لم يحضرهم العدو فلم يحتاجوا إلى هذا السلاح. المراد به الاستدلال بالأدلة العقلية لنصرة النصوص الشرعية، بس لنصرة النصوص الشرعية هكذا. بارك الله فيكم. قولهم قال له زيل ليس كالأذيال يضرب الكفار به يوم القيامة. يا سيدي هذا مشبه متطرف مر في الزمان ما هو أبشع منه. هذا بيان ابن سمعان
قال عن الله عز وجل إن الله تعالى جسم مجوف من أعلى صمد من أسفل طوله 7 أشبار بشبر نفسه، يعني مثل هذا متطرف في هذا العصر، يعني زاد عليهم بعضهم يعني سائر أهل البدع مولانا بتشوف أن ينتقلون من أعلى درجة في التطرف إلى أسفلها، بس في تطرف. يعني المعتزلة الذين قالوا بخلق أفعال العباد قالوا كل فعل إرادي يفعله الإنسان من خير أو شر هو يخلقه، بعضهم قال لا أقل من ذلك، حتى انتهى الأمر بالجاحظية إلى أن قال لا يخلق إلا توجيه القصد، والعلماء تكلموا في الكل أنهم كفروهم والعياذ بالله تعالى. يعني حتى الذي قال لا يخلق إلا توجيه القصد جعل لله شريكا، ليس الله تعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، الخالقية له. يعني اليوم يا مولانا التطرف في القول من أعلاه إلى أسفله اسمه تطرف، لزوم عقائد أهل السنة والجماعة هو الأصل. وحتى كمان بعض الإخوان كان بيسألوا أنه ليش تقول عقيدة الأشعري، بينا في مضى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة سواء كانت أشعرية أو ما تريدية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان القواعد في كيفية الرد والاستهلال وجعل المقدمات والخواتيم للإمام الأشعري، لكن هي في الأصل هي عقيدة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بناء على حسن ظن العلماء، نعم، ما فاتهم العلم وشأن المجسمة المشبهة، مع أنهم ما كفروا رغم أنهم ضللوا، فما حملوه أم أن عدم تكفير المجسمة جاز عدم تكفير المجسمة؟ وما قول الإمام أبي الحسن الأشعري أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة؟ إذا كانت المجسمة المشبهة ليس من أهل القبلة، فما هو من أهل القبلة؟ ليس من أهل القبلة، لا يريد بذلك أن الذي يعبد غير الله، يا مولانا أنا قدمت في بدء الكلام، أهل القبلة الذين يعبدون الله وقد يخطئ أحده في التصرف، لأنه لا نصلي إلا خلف تقي الناس وبرهم، بل نصلي خلف بر الناس وفاجرهم اعتبارا لصحة الصلاة ما دام من أهل القبلة، يعني ما دام لم يخرج من الدين. أما الذي يعبد الجسم يا شيخ، هذا الإمام الكوثري كان يسميهم عبدة الأجرام العلوية رضي الله تعالى عنه. أما أنه بعض العلماء ننظر في نصوصهم، يعني إن ساغ لنا أن نحملها على أن قولهم في عدم تكفير المجسم الذي لم يفهم المعنى شيء آخر هذا، لكن نحسن الظن بحسب النص، لأننا لا نستطيع أيضا أن نشهد للناس بالإسلام كما نشتهي وحسب ما تميل الأنفس، كما أنه لا ينبغي لنا أن نحكم بالكفر على الناس على حسب الشهوة والتمني. أنا إن شاء الله هذا سأفرغ له درسا، أنا اليوم بس شرحت لهم معنى الجسم وما ذكرنا أخوال العلماء، إذا إن شاء الله نسوقها لهم كلها، بس ما ليس لهم، هو لأن الدرس يا مولانا يطول، وأنا لاحظت اليوم وقفت بقبل ما من عادتي أن أنهي المحاضرة لأسمع الأسئلة، لأنه في أسئلة كثيرة عرفت وأنا اغتنمت الفرصة. إن شاء الله نصور لكم أقوال العلماء في هذه ونأتيكم بها، وإن شاء ربي إن اتسع لنا يعني نقرأ، لكن الأيام تمر. بارك الله فيكم، دعواتكم، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يبارك الله لي ولكم في أوقاتنا وأعمالنا. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
اللهم زدنا علما واجعلنا من الذين يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة يا الله. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، واجمعنا على حبك وحب نبيك يا الله يا كريم، إنك يا مولانا على كل شيء قدير.